مشاهدينا، يتم الآن إخراج السيارة اللي تقلبات في طريق السيار بين الرباط والمحمدية. السيارة كانت قادمة من الدار البيضاء، قادمة من الدار البيضاء اتجاه الرباط. في محاولة لإخراج السيارة اللي تقلبت في طريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط. حتى الساعة هذوما لديكا ماتيريال، مع العلم على أن السيدة اللي كانت كتستعمل هذه السيارة اللي هي سيارة ديال الكراء، حضور صاحب السيارة الأصلي اللي صرح لنا على أنها سيارة كراء، وأن السيدة اللي كانت تستعملها هي أجنبية، وأول دخول ديالها للمغرب، وللأسف الشديد وقع لها الحادث. كنبغيو نبلغوا السادة المشاهدين وجميع مستعملي الطريق السيارة، هناك بعض السائقين اللي كيتعمدوا على أنهم يوقفوا ويبداو يصوروا ويبداو هذا، ولكن كيديروا عرقالة كما كتلاحظوا معايا. الحادثة كاينة في جنبات الطريق، ولكن كاين اكتضاد في اتجاه في الطريق اللي مستعملة. السبب ديال هادشي هذا وهو وقوف بعض بدون حاجة وقيام بالتصوير. اش من دور عندك انت؟ انت كاع صورت، اش غادي دير؟ واش غتنشر شي حاجة؟ ما غتنشرهاش. ولكن بالنسبة للعرقلة ديال الطريق، هناك فعلا عرقلة للطريق، ربما تقدر توقع حادثة أخرى بسبب هذه القضية، بسبب هذا الفعل اللي كيقوم به هذاك السائق ديال السيارة أو سائق شاحنة أو سائق أيا كان. لهذا هذا مساج أو رسالة لجميع مستعملي الطريق، إلا لقيتي قدامك حادثة وشفتي على ان كاين الدرك الملكي او لا كاين جهات امنيه مختصه، يعني ما كاين ليش غتبقى انت واقف وكتصور؟ راك هنا في هذه الحاله هذه كتسبب واحد العرقاله تصير وكتخلق واحد يعني واحد المشكل كتخلقو لمستعملي الطريق. لهذا المرجو من جميع مستعملي الطرق السياره او الطرق الثانويه او الوطنيه، في حالة حدوث أي حادثة ما نوقفش وندير عرقلة للسير، نخلي السير يمشي، يعني ندوز بحالي مادام أن الحادثة ما كتعرقلش لك السير. طريق خاوية ولكن الأغلبية كيوقفوا، علاش كتوقف؟ ما عرفت شنو الدور ديالهم في الوقوف، الله أعلم. ولكن أنا نقول لهم الدور ديالهم في هذا الوقوف أشنو هو؟ الدور ديالهم هو أنهم كيعرقلوا السير، ربما يتسببوا في حادثة أخرى، ربما غيتسببوا في كارثة أخرى. الحمد لله كاينين رجال الدرك، كاينين الناس قائمين على طريق السيار، يكفي هذا، ما كاينلاش نزيدوا حتى المواطنين مستعملي الطريق حتى هما يوقفوا يبداو يصوروا وكيخلقوا لنا أزمة في الطريق. لهذا المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من الوعي ومن روح المسؤولية. ما عندي ما نوقف ندير، نزيد في حالاتي، نزيد في حالي، بلا ما نبقى واقف كنصور. راه ملي كنوقف نصور أولا كنوقف أنني نبحث وكنسول، راني كنخلق مشكل في حركة ديال السير. هذا ميساج أولا رسالة كنوصلوها جميع المواطنين مستعملي الطرق بالمملكة. إلا لقيتي قدامك حادثة تسير وما حابساش لك الطريق، لا داعي أنك توقف باش تصور أو لا توقف باش تسول. راه كاينين الناس مختصين بحركة السير، راكم كتسبوا لينا في العرقلة ديال السير، ربما تقدروا تسبوا حتى في كارثة أخرى أو حادثة أخرى. لهذا المرجو من جميع مستعملي الطريق، إلا كان من الممكن أنك تبلغ
اللي جا لدارك وتشوف حالك مرحبا، اما باش توقف غير تسجل ودير علقه لا تسير فلا داعي لهذا الامر هذا، ويكفي على ان الحادثه واقعه كي لا تزيد حتى الوقوف ديالكم راه كيسبب خطر. ما زلنا على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط على مستوى مدينة المحمدية في محاولة لرفع السيارة اللي وقعت لها الحادثة، رفع عبر حامل السيارات إلى المرأب من أجل إتمام البحوثات ومسببات الحادث. إلى هنا نقول لكم المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من روح المسؤولية، المزيد كذلك من الوعي الطرقي اللي احنا الحمد لله مغربنا معروف على ان عندنا حرب طرقات. نتمنى ان ما يبقاش هذا الحرب ديال الطرقات. نحميو نفوسنا، نحميو مستعملي الطريق معنا، نرجعوا لوليداتنا سالمين. نعرفوا على ان إذا مشيتي بالمهل غتوصل، وإلا صرعتي في الطريق لا قدر الله يقدر يوقع مشكل خطير يقدر يودي بالحياة ديالك أو حياة شخص آخر كيستعمل الطريق بالجانب ديالك. ما زالت عملية ديال حمل السيارة مستمرة، وهي سيارة فخمة من نوع مرسيدس، حيث أنها تعرضت لحادث سير عبر الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط على مستوى مدينة المحمدية بالقرب من سيدي أحمد بن يشو مركز 17. المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من روح المسؤولية، المزيد من خوف على نفوسنا وعلى غيرنا استعمال الطرقات بالمغرب. كما كيلاحظ الجميع ان هذا عملية ديال الرمكاج بديل الحمل السيارة اللي وقعت لها حادثة ماشي سهلة، وصعيب فيها انها كتسبب عرقلة للسير، لهذا يجب علينا توخي الحذر والحيطة استعمال الطريق. نجيو بالمهل، السرعة من الشيطان، التأني من الرحمن. وإلى هنا نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.